أنا أذكر في مظاهرات كان في شارع الألفي، كانت المظاهرات وصلت لقلب المدينة في المنطقة دي. ده سنة كام؟ أفتكر 77 أو مظاهرات قبلها يعني. يعني أفتكر في الحكاية دي كلها، وكلنا كنا في الشارع يعني، وبيضربونا الأمن. يعني كنت متظاهر. كنت متظاهر. الأمن بقى، الأمن المركزي كان موجود وبتاع، فانا خدت عصاية على ظهري بتلفت الالم طبعا يعني. وطبعا كنت ياميها نحيف كده والم، فبتلفت العسكر اللي ضربني. احنا في مجتمع القرية كلنا نعرف بعض ونعرف اهالي بعض، وحتى لما ييجوا يعرفونا ببعض يقولوا ايه، ما هو فلان ده مولود في اليوم اللي اتولد فيه فلان، وسواء وفينا الفلاح وفينا اللي راح المعهد الدين يعني. انما كلنا عارفين بعض. فبصيت لقيت اهلي، استاذ وحيد هو انت من الاعداء، من اعداء الوطن؟ ف انت بتتكلم بجد يعني؟ المشهد اللي حصل ما بين محمود عبد العليم واحمد زكي ده حصل لك بجد؟ ده بقول لك في المكان اللي انت. فانا فضلت معايا الحكايه. طب وعملته ايه؟ لا ما كملي اللحظه لما عينك جت في عينه وفكرت في ايه عملته؟ مفيش. ده هو بس قال لي هو انت من اعداء الوطن. انا بعد كده هو ما كانش فضيلي، كان يضرب غيري وله ضابط بيوجهه، وانا عاوز انفد بجلدي من المجزرة دي. لكن لما قابلته بقى في لحظة بعدها بشوية قلت له اعداء الوطن ايه؟ قال لي ما هو دول اعداء الوطن. قال لنا انتم تنزلوا تضربوا في اعداء الوطن. يا سعادة الباشا، أنا عارف، أصل إحنا الاتنين من بلد واحدة، مولودين في جمعة واحدة، وأبوه الحاج وهدان راجل من أكابر البلد، راجل اتحط على الجرح يبرق وعارف ربنا ومتقي. حسين أفندي من الحاج وهدان اللي يمكن يكون من الأعداء. أعداء إيه؟ ده هو اللي فطمني وهو اللي نورني وقال لي على مهمتي في الجيش.